ناخد فقره نمبر 1 سريعه. يلا سريع اللي احنا بنحبها من غير رغي كتير. هو هختار بعد حاضر ماشي يلا لاعب تتوقع تالقه مع الاهلي الموسم القادم؟ كهربا، سافيو، شادي حسين. ماشي. افضل صفقه للزمالك حتى الان؟ محمد صبحي، دونجا، مصطفى الزناري. خالد. محمد صبحي. لا دونجا. دونجا عشان لو رجع من الاصابه. انا قلت على دونجا خلاص. فانا مش على الموسم ده. على الموسم كله لو دونجا رجع يبقى دونجا. افضل صفقه في الدوري الفرنسي؟ سانشيز ولا نونو ولا لاكازيت؟ مينج. نونو مينج. نونو ماشي. افضل لاعب عبد الحميد ممكن اتفق معاه او 50-50 مع لاكازيت. افضل لاعب في تاريخ ميلان؟ باولو مالديني، فرانكو بريزي ولا اندريا شيفتشينكو؟ مالديني بكل تاكيد. يعني ما تحطوش جنب قرنه دي ما ينفعش. مالديني بكل تاكيد. محمد بقى نعمل له ايه؟ افضل لاعب افريقي في الملاعب الاوروبيه؟ دروجبا ولا ايت ولا جوجويا؟ محمد صلاح. محمد لا هديله صامويل اتو. هو ان شاء الله في خلال فتره بسيطه او بعد نهايه مسيرته هيبقى محمد صلاح بلا جدال. هو ده بخلاف ده بعيدا عن محمد صلاح. مين بس ممكن يعني نقول في اختلاف العصور جورج واي. افضل لاعب في كاس العالم 98؟ رونالدو، بارتيز ولا زيدان؟ زيزو. ماشي. افضل لاعب في كاس العالم 2002؟ اوليفر كان، ريفالدو، رونالدو. انتوا جايبين حارس مرمى مع اتنين يعني جامدين. بس هو تقريبا اوليفر كان اللي خدها تقريبا في الموسم ده. ماشي بس اوليفر كان اللي خدها وفي فرانس اعتقد كان. انا اعتقد كان وحش. هو كان انا من رايي كان ريفالدو بلا منازع. ريفالدو ده كان لعيب كارثه كارثه في الملعب. مين يا عبد الحميد؟ كان اوليفر كان. ماشي. افضل لاعب في كاس العالم 2006؟ بوفون ولا توتي ولا زيدان؟ احنا كنا لسه جايبين زيدان بس ماشي. هتختاروا زيدان برضو؟ انا هختار زيدان برضو طبعا مع ان بوفون عمل يعني بطوله عظيمه بس زيدان كان في حته تانية. مش عارف بس انا برضو ممكن اكون متحيز للحراس واقول بوفون. ما انا كنت هقول بوفون عشان انا طلياني اصلا بس حارس مرمى. لا خالص. طيب افضل لاعب في كاس العالم 2010؟ شنايدر ولا فلورن ولا انيست؟ يا نهار ابيض. لا انا هختار دييغو فورلان. دييغو فورلان كان ظاهره في 2010 ظاهره مع ان ويزلي شنايدر 2010 مع انتر ميلان ومع المنتخب الهولندي كان عظيم. اندريس انيستا كان عظيم مع المنتخب الاسباني وهو صاحب هدف الفوز في المباراه النهائيه على هولندا. لكن انا هختار دييغو فورلان وانا مغمض عينيا. شفت برضو قال انا هختار على طول واحد ومجرد اتكلم برضه. انا بحب الدائري والله. قلت لكم انا بحب الدائري. انا هختار انيستا. انيستا. طيب دي كده اخر حاجه معانا في نمبر 1. خالد بشكرك. شكرا جزيلا. انا اسف جدا. يعني لا انت هايل ضيعت الحلقه كلها حبيبي يا كابتن. ومع كمان مع عبد الحميد لما تبقوا انتوا الاثنين تبقى حلقه ملك الانفرادات عبد الحميد.